احنا بنصنع البرنيطه او القبعات من زمن طبعا بعيد، واتعلمتها على يد والدي عليه رحمه الله من الصغر، وقال لي يعني خليك بص لايدي وبص للابره وبص لي وانا شغال، الحاجه دي في المستقبل هتشوفها وهتترحم عليا. كان بيعمل المنتج يلبسه للخواجه، وفي نفس الوقت يعمل المنتج ويلبسه للفلاح اللي في الغيط اللي بينقي الدوده، هو عنده انتماء لبلده زي شربها لي، دخلها لي جوه هنا وهنا وهنا كده، لبسني مصر، لبسها لي يعني حياتي كلها وروحي وكل حاجه مصر. مراحل التصنيع طبعا، الاول بشوف الموديل، والموديل ده طبعا عايز باترون، والموديل ده لو اتعمل هيتعمل على قماش نوعه ايه وشكله ايه وايه اللي هيتحط جوه، كل ده بقى بدايات. الاول انا لسه كده ما عملتش اي حاجه خالص، فبعمل الباترون يعني زي كده، الباترون ده عليه مقاس، وده عليه مقاس دماغ، يعني كل دماغ ليه مقاس. وطبعا بنتقي بقى ايه الخامه، وابدا ان انا اجيب القماش واعلم واقص وادخل المكبس الحلو الجميل ده، ده المكبس بتاع بتاع الفازلين، اديله الحشو بتاعه اجيبه وابدا بقى التصنيع بتاعي. المنافسه بتاعت الصين دي يعني خلتني انا اتحمس اكتر واعمل حاجات اكتر. اولا انا اقول لك حاجه، الصين ما عندهاش البطانه دي، ما بيحطش بطانه هنا، بص البطانه ذا سيم كلر اهو نفس اللون، ما بيعملش الحزام ده، ما بيحطش لزق هنا، بيسيبها كده واقعه. وبعدين طريقه الخياطه، هو بينتج عامل جير وبينتج ملايين، فعايز اجري اجري اجري. انا بقى قاعد بلعب الماتش الاعتزال بتاعي، وقاعد بقى كده بتفنن وانا قاعد والراديو جنبي. المهنه دي بتعلمك الصبر، وان انا اكون اتحدى واقعد كده وابص ازاي التاني عملها، ولازم انا اعمل واحط عليها بصمه بتاعت مصر. احلى حاجه بكره ان شاء الله باذن الله لاولادي ولاحفادي وكله.